أنا لفت نظري برضو جملة مهمة جدا، جدارة الطالب أنه يستمر معايا في الدراسة. يعني الجامعات برضو والمعاهد الكبرى في الدنيا بتدي الطالب إذا ما حققش معدل معين فرصة واحدة، الفرصة دي لو برضو أخفق فيها بيتقال له ألف شكر حضرتك هتدور على جامعة تانية. احنا عندنا كده؟ نعم طبعا، لان مدينة زويل زي ما قلت لسعادتك هي بتعتمد على دعم المجتمع المدني للطلاب. انا الطالب ممكن يكون عندي حالته المادية غير مقتدرة لدفع المصاريف، فانا بقدم له دعم من ويس. مدينة زويل عشان يكمل دراسة بتاعته لانه هو اجتاز اختبار القبول عندي، فانا بقدم له دعم. طبعا الدعم ده احد المشاكل برضو دلوقتي ان ده بيعتمد على موارد المدينة المتاحة من شركاء النجاح، فكلما قل هذا الدعم انا بقدم دعم للطلاب اقل، لان انا عندي تكاليف تشغيل المدينة بالمساحة الضخمة دي بالمتطلبات بتاعة استمرار العمل في المدينة. عشان الطالب يستحق هذا الدعم لازم يكون جدير بهذا الدعم، فإذا معدله قل عن حد معين بياخد فرصة واحدة زي ما حضرتك قلت، وبعدها إن لم يستطع أنه هو يرفع المعدل الأكاديمي بتاعه فبنقول له شكرا. برضو في أنماط عقلية كده يقول طيب عايزين كام؟ يعني لا. عايزين ندفع لكم المصاريف كاملة من غير دعم بس خلوا الولد ولا لا، هو لازم يجتاز الحد الأدنى اللي احنا حاطينه كمعدل أكاديمي. دي سمعة المكان. طبعا طبعا لازم يوصل الحد الأدنى اللي احنا حاطينه، وإلا بنقول له شكرا. حلو قوي. طيب هنا بقى واحنا بنكمل الدراسة جوه الجامعة وجوه المدينة، حضرتك قلت لي احنا كمان عندنا جهات كبرى هي اللي بتطلب الطالب بتاعي يجي يكمل فيها حتى دراسات عليا. يمكن حتى في حديث جانبي ولم نكن نسجل ذلك انه في بعض الطلبة اتخذوا من مدينة زويل يعملوا رسالة وابحاث الدكتوراه بتاعتهم من غير ما يعدوا حتى على مرحلة الماجستير من تفوقهم ومن سمعة المكان. تمام حضرتك، من تفوقهم سمعة المكان ومن كمية المناهج اللي الطالب بيدرسها عندي انها ممكن تساوي بالضبط فعلا درجة الماجستير. فالجامعات دي لما شافت مستوى طلابنا، اول رعيل يتخرج، انا اول دفعه اتخرجت من عندي 2017 علوم و2018 هندسه، فبداوا يبقوا لينا سفراء في الجامعات بره مصر، ولما راحوا هناك الجامعات بره والاساتذه بره شافوا هذا المستوى المتميز للطلاب دولت، فطلبوا الخريجين الجداد من عندنا وراحوا مباشره على درجه الدكتوراه دون المرور بدرجه الماجستير.